الخامسة من التلفزيون المصري. السيدات والسادة في كل مكان، مرحبا بكم ومرحبا بك زميلتي هبة فهمي. أهلا بك عمرو توفيق، أهلا بمشاهدينا الكرام. ونبدأ الخامسة بالعناوين. مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة المستمرة لاحتواء توترات بالمنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26,900 شهيد ونحو 66,000 مصاب. الأخبار بالتفصيل من القاهرة. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض رئيس الوزراء جهود مصر لاحتواء التوترات بالمنطقة خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وأشار إلى المساعي المبذولة لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة على جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة. في سياق آخر، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإرادة السياسية تدفع للتوسع في تطبيق نموذج تعليم ستيم بوصفه يحقق فلسفة تعليمية تحتكم في تقويمها لمخرجات التعلم على إبداعات وابتكارات المتعلم في مواجهة التحديات. وفي ملف آخر، أكد وزير المالية دكتور محمد معيط تمديد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من 29 يناير عام 2024. وأضاف أن ذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، مشيرا إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ حوالي 667 مليون دولار. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي اليابانية للضفائر يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وفد شركة يازاكي يوروب ليميتد اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بالفيوم، والذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع والذي تبلغ استثماراته 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر. وعرب مدبولي عن تقديري لجدية والتزام الشركة في بدء تنفيذ المشروع، وحرص رئيس الشركة حرص رئيس الشركة على التواجد خلال فعالية وضع حجر الأساس للمشروع كدليل على حرصه على متابعة تنفيذ المشروع. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري. وخلال لقاء شكري مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، أشار شكري إلى قرار عدد من الدول بتعليق التمويل المقدم لوكالة الأونروا في خضم الأزمة الإنسانية في غزة وتداعياته على قدرات الوكالة على استدامة تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي للفلسطينيين، مطالبا الجانب الأمريكي والدول المانحة التي علقت مساهماتها بالعدول عن قرار تعليق التمويل لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة. هذا وتناول اللقاء بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا وتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات في القطاع. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الحرص على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مصر وصولا لهدف إنفاذ المساعدات بالقدر الملائم لاحتياجات سكان غزة.
قالت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن مسؤول في حركة حماس إن هناك مقترحا لهدنة جديدة في غزة سيشمل 3 مراحل، منها إطلاق سراح محتجزين وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. وفي وقت سابق قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الأولوية هي إنهاء الهجوم الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. من جهتها أكدت حركة الجهاد أنها لن تنخرط في أي تفاهمات دون أن تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وأكد نتنياهو أنه لن ينهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل، وذلك على حد تعبيره. هذا بينما هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي بالانسحاب من الحكومة حال إبرام أي اتفاق غير محسوب مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,900 شهيد ونحو 66,000 مصاب، وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 150 شهيدا وأصيب أكثر من 300 آخرين. يأتي هذا في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال من استهدافها لمحيط مستشفى الأمل بخان يونس وسط عمليات نزوح. مع اقتراب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهره الرابع، تتسارع الجهود باتجاه التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها تلقت دعوة لزيارة القاهرة وبحث آخر ما تمخضت عنه المساعي المختلفة التي تقودها مصر وبعض الأطراف الدولية لوقف العدوان، كما أبدت انفتاحها على التعاطي مع أي مبادرة من شأنها وقف الحرب وتيسير دخول المساعدات لرفع المعاناة التي يواجهها سكان القطاع. في المقابل تأتي التصريحات الواردة من تل أبيب في الاتجاه المعاكس، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار العمليات العسكرية وعدم خروج جيش الاحتلال من القطاع قبل تحقيق كامل أهدافه التي فشل في إنجاز أي منها على مدار الشهور الماضية. وبالتزامن مع الحديث المتصاعد حول ضرورة وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها 150 شهيدا ومئات الجرحى، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 26,900 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66,000 مصاب. وفي إصرار واضح على مخالفة كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، يواصل جيش الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاولات تدمير القطاع الصحي، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية مستشفى الأمل في خان يونس لإجبار المرضى والمصابين والنازحين الذين يحتمون بالمستشفى على مغادرته والنزوح إلى أماكن أخرى. جهود دولية إذن لوقف العدوان، وإعلان إسرائيلي باستمرار العمليات، بينما يترقب سكان قطاع غزة ما ستسفر عنه الأيام القادمة، علها تحمل جديدا غير القتل والدمار الذي خلفه العدوان بحق أهالي قطاع غزة. هذا وتدور معارك عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في عدد من محاور القتال بقطاع غزة، لا سيما في مدينة خان يونس. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 غربي المدينة،
بينما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد تنفيذ عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ على تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس. على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة، وأشار إلى أن عدد القتلى من الضباط والجنود بالقطاع ارتفع إلى 223 منذ بدء التوغل البري، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 560 منذ 7 أكتوبر الماضي. أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نداء عاجلا لدول العالم بمساندة الوكالة لإكمال دورها المنقذ للأرواح في غزة، مؤكدة أنه سيكون من الصعب مواصلة مسارها بعد تجميد المساهمات المالية من قبل 15 من الشركاء الأكبر. قالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية تمر الرفاعي إنه لا بديل عن الأونروا كمنظمة إنسانية تعمل في قطاع غزة من حيث الحجم وعدد الموظفين، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق بشكل دوري للتأكد من عدم انخراط أي من الموظفين في عمل لا يمت للأمم المتحدة بصلة. من جانبها، حثت النرويج الدول التي قطعت تمويلها للأونروا على النظر بعين الاعتبار لعواقب قرارها على سكان غزة، متعهدة بالاستمرار في تمويل الأونروا بوصفها أكبر المانحين للوكالة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة نقاش مفتوحة تعقب مشاورات مغلقة حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من مندوب الجزائر في المجلس. كان مجلس الأمن الدولي قد أبدى قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق وسط الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دور القرع شمال شرق رام الله، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل صوت والغاز السام تجاه الشبان الفلسطينيين. كما دهمت قوة راجلة من جيش الاحتلال محطة وقود في مخيم الجلزون شمال رام الله قرب مستوطنة بيت إيل. في سياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في قريتي كفر نعمة غرب رام الله وجفنة شمالا، وقام بتسيير الآليات العسكرية في شوارعها. قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن أي حل من الخارج للصراع الدائر في البلاد لن يصمد، مشددا على أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات. ودعا البرهان السياسيين في بلاده للبحث عن الحلول من داخل الوطن وليس خارجه، مؤكدا أنه لا بد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع. شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير شهد توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 إلى المشغل العالمي كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية للمحطة. وخلال جولته في محافظة دمياط، تفقد الوزير محطة الحاويات تحيا مصر 1 للوقوف على الموقف التنفيذي لكل عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 3.5 مليون حاوية. وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل طنطا المنصورة دمياط. احتفلت وزارة البيئة باليوم الوطني للبيئة تحت عنوان مصر في مسارها نحو الأخضر لصناعة الأخضر، وأكدت وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد أن حجم الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي بلغ 550 مليون يورو. تزامنا مع مرور 25 عاما على برامج التحكم في التلوث الصناعي، احتفلت وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني تحت شعار مصر في مسارها نحو التحول الأخضر الصناعة الخضراء،
بحضور وزيري البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية وشركاء التنمية من رجال الصناعة والبنوك والإعلام. تم إعلان اليوم حزمة جديدة ب 150 مليون دولار دعم القطاع الخاص في كفاءة استخدام الموارد والتوافق البيئي بما معناه الصناعة الخضراء. ازاي اعيد استخدام مية، ازاي يبقى عندي كفاءة طاقة، ازاي احط طاقة شمسية. وعلى هامش الاحتفالية شهدت وزيرة البيئة مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات العاملة في الاستثمار البيئي في محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة. الحاجات الطبيعية كان الناس بتخاف دايما انها تقرب منها او تلمسها او حاجة زي كده، كان ممكن تجيب عوائد كويسة قوي للبلد، كمان ممكن تشجع قطاعات تانية زي قطاعات السياحة وتشغل ناس، وفي نفس الوقت تحافظ على البيئة أكتر، لأن المحميات لما بتهمل ممكن يكون دوت ليه نتائج أسوأ من انها تستخدم طالما الاستخدام صحيح يعني. شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني أكدوا أن التحول إلى الأخضر أصبح أحد المحاور المهمة لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو نشر مساحات خضراء في جميع ربوع الجمهورية من خلال مبادرة زراعة مليون شجرة. احنا جايين النهاردة نشارك في اليوم الوطني للبيئة علشان نقدر نقول أن المجتمع المدني قوي بقوة الدولة المصرية، وإحنا قادرين إن شاء الله نوصل رسالة الأخضر لكل المجتمع سواء كانت شراكات عن طريق شراكات أو الوزارات أو القطاع الخاص. الصناعة الخضراء قضية مهمة كانت على أولويات أجندة الدولة المصرية وبخاصة وزارة البيئة، ومن خلال سعي الدولة الدائم لمواجهة كافة التحديات وتقديم حزمة من المشروعات البيئية وبرامج تنموية واستثمارية جادة تسعى للحفاظ على النهوض بالصناعة والحفاظ على صحة المواطن المصري أيا كان موقعه. بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع نائب وزير الخارجية الإيطالي برامج التعاون الثنائية التي تم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم العالي وغيرها من المشروعات. جاء ذلك على هامش مشاركتها بالقمة الإيطالية الإفريقية في العاصمة الإيطالية روما نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشددت المشاط على أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكست إيجابا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص. من جهته أعرب نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو تشيريلي عن تقدير إيطاليا للعلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر، خاصة ما يتعلق بتعزيزها في مجال الأمن الغذائي. أكد وزير المالية محمد معيط الحرص على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات، خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع التعليم. جاء ذلك خلال لقائه النائب الأول رئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا. وقال معيط إن مشروعات التعاون الثنائي المشترك مع منظمة جايكا تعد نموذجا للشراكة التنموية الناجحة وتعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين بين المصري والياباني. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية والوفد المرافق له خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عملية الحفر الاستكشافية للبترول والغاز، بالإضافة إلى خططها التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية. وخلال اللقاء تم استعراض الخطط الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم، والتي تتضمن حجم أنشطة مكثفا لعملية حفر الآبار، والتأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي. كما تم استعراض المجهودات المشتركة في مجال كفاءة الطاقة والتشغيل وخفض الانبعاثات بمواقع العمل، بالإضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة.
تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي في نهاية تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ليصل إلى 6.8% لتراجع إلى مستوى 28281 نقطة، وكما انخفض المؤشران EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و EGX100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت بين 8.8% و 8.9%. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 3.7% في الربع الرابع من عام 2023، وهو انخفاض للربع الثاني على التوالي، إذ أثر تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي للبلاد. تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.4% في الربع الثالث من عام 2023، وهو أول انكماش فصلي له منذ جائحة كورونا، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام. تضخ السعودية نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها الإنتاجية البالغة نحو 12 مليون برميل يوميا، بعد أن خفضت الإنتاج طوعيا في إطار اتفاق مع منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين. انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية والاقتصاد يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمية لقطاع الصناعات التحويلية من 49 نقطة في ديسمبر إلى 49.2 نقطة في يناير، مدفوعا بارتفاع الإنتاج، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة المستمرة لاحتواء التوترات بالمنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26,900 شهيد ونحو 66,000 مصاب. مسبير.إيجي عنواننا الإلكتروني. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء. في أمان الله.